تذاكر سور الصين العظيم. مسيرنا راح يكون ليلي. اجا يطردنا. بتعرفوا المسافة بين دبي ومراكش؟ سور الصين العظيم. من هون بدي أبدأ الفيديو. صباح الخير وأهلا فيكم بالحلقة الثانية من برنامج مغامرات ابن حتوتة. بعد ما صحينا على سور الصين العظيم، خلينا نعمل فلاش باك لورا، تعرفوا شو صار معنا مبارح وكيف وصلنا لهون. أخذنا الباص الأول رقمه 980 15 ين بوصلك على مدينة، وهلأ منها رح ناخذ باص ثاني اللي هو رح يوصلنا على سور الصين. وصلنا لمدينة ميون، من هون رح ناخذ باص ثاني عشان يوصلنا على سور الصين العظيم. بس قبل ما نروح، لانه لسه ما اشترينا معنا ولا اشي ناكله احنا هناك، حل خضار وفواكه نشتري اشياء ناكلها. كل حدا بتطلع علي وبضحك. الباص نزلنا هون، سور الصين العظيم ورانا، بس احنا مش متأكدين اذا نزلنا في المكان الصح. ان شاء الله يكون المكان الصح، لانه مش حلو نضيع واحنا في نص اللاو مكان. فبدنا ندخل هون نشوف، بركي حدا ساعدنا. دخلنا على قرية، المفروض من القرية هاي في مدخل لسور الصين العظيم، بدنا ندخل منه ونبدأ هايكينج عشان نلاقي المكان اللي بدنا نخيم فيه. بس مش لاقين ولا حدا في هاي القرية، ولا حدا، فاضية، ما فيها ولا مطعم ولا اشي. وصلنا عند السور، لقينا درج، بحكي فيش حدا ياخذ منا يعطينا تذاكر، مكتوب هون انه لازم نشتري تذكرة، ولقينا هاي الاخت واقفة ومعها التذاكر، الواضح انه لازم نشتري منها. تذاكر سور الصين العظيم. يس. طيب قبل ما نروح نخيم، الدنيا بلشت تعتم، جينا بدنا ناكلنا اشي في مطعم في القرية جنب السور، وبعديها بدنا نبدأ المسير الى سور الصين العظيم. بلشت رحلتنا. وينك عبد الله؟ هاي عبد الله. مسيرنا راح يكون ليلي. اوف. يلا. وصلنا بالليل. طلعنا على سور الصين العظيم عن طريق اللي في درج بيطلعنا على السور. مشينا بكتير بيئات مختلفة، بين شجر على السور نفسه، في مسارات ضيقة كتير. وهلأ بعد ساعتين مشي تقريبا، شايفين من هون انه في بهديك الاتجاه واحد من ايش اسمهم، ابراج المراقبة اللي بدنا نخيم فيه. ان شاء الله يكون هو، لانه جد تعبنا مع الشناتي هدول. الوحدة وزنها 15-20 كيلو، ورجلينا زي كأنه طالعين لنا ساعتين نلعب على البسكليت. وصلنا واحد من ابراج المراقبة، بدنا نخيم هون. هلأ رح ننصب الخيمة هان. هاي الخيمة رح ننام هلأ، أو رح نقعد، في معنا شوية سناكس رح ناكلهم، رح نتكلم في أمور عميقة مش ضروري تعرف شو هي، وبنشوفكم بكرة. صباح على خير. صباح الخير من الخيمة بعد ليلة باردة. الساعة هلأ تقريبا 7 الصبح، درجة الحرارة -2. احنا مبسوطين انه اجينا، لكن كنا مجهزين حالنا للتخييم بالشتاء. فظيع سور الصين العظيم امامنا، خلينا اطلع فوق افرجكم اياه. سور الصين العظيم. خيمنا في واحدة من ابراج المراقبة تبعت سور الصين العظيم. الليلة كنا نازلين هون في هذا المكان، وهذا هو السور، سور الصين العظيم. لهلأ مش مصدق انه احنا خيمنا على واحدة من عجائب الدنيا السبعة. من هون بدي ابدأ الفيديو. صباح الخير أهلا فيكم بالحلقة الثانية من برنامج مغامرات ابن حتوتة. إلى الآن صرت زاير 3 من عجائب الدنيا السبعة، وهلأ أنا واقف بعد ما خيمت ليلة كاملة على رابع عجيبة من عجائب الدنيا السبعة اللي بزورها في حياتي.
التصميم هون ممنوع، فاجانا هذا الزلم الصبح نيهاو نيهاو اجا يطردنا فبحكي اوكي جيلي فعم بحكي لي انه هذا المكان كان جزء من الحرب وهاي الاماكن اتفجرت، بقول لي اجا فكان في حرب والجنود كتبوا هاي الشغلات على الحيط. والله العليم انا عم بألف من عندي يمكن، بس هذا اللي فهمته منه. فا واو 1933 بحكي لكم اكثر عن سور الصين العظيم، متى انبنى، كل معلومات مهم تعرفوها عنه. يلا خلينا نروح. طول السور تقريبا 22,000 كيلومتر، صعب اتوقع تقدروا تقدروا هاي المسافه، فعشان اسهلها عليكم بتعرفوا المسافه بين دبي ومراكش في المغرب، هاي المسافه كلياتها هي اقل من نص طول السور، فيعني طويل شوي. بس بالرغم من ذلك الموجود حاليا من السور 8000 كيلومتر فقط، الباقي تم هدمه واختفى مع الزمن ومع الأحوال الجوية وكل شيء. وكمان هذا السور يسمى أكبر مقبرة في التاريخ، عدد الناس اللي ماتوا أثناء بنائهم لهذا السور أكثر من 1,000,000 شخص. وفي أحد الأساطير بتحكي إنه في واحدة اسمها مينغ شونغ هونغ، صراحة ما بعرف شو اسمها، إشي زي هيك، جوزها كان بيشتغل على هذا السور ومات واندفن تحت السور، فقد ما بكت الجزء اللي كان هو مدفون تحته وقع وراحت أخذته ودفنته عندها في البيت. يا جماعة سور الصين العظيم اللي درسنا عنه من واحنا صغار في المدرسة، وعن الحروب اللي كانت تصير بين المغول والتتار اللي كانوا هون، وهذا السور اللي بتقدر تشوفه من الفضاء، اللي طلعت كذبة ما بتقدر تشوفه من الفضاء بس هيك علمونا. طبعا السور مقسم لعدة أجزاء بتقدروا تزوروها، في الأجزاء اللي جداً سياحية والأجزاء اللي ما في عليها ولا سائح. الأجزاء السياحية هذا أكثر واحد سياحي اللي شايفين اسمه هون، هذا الجزء دائماً فيه ناس كتير، هو الجزء المرمم اللي جديد اللي هو فعلياً يعني مش سور الصين العظيم على حقيقته اللي انبنت قبل آلاف السنين. السور الحقيقي بدك تروح على واحد من الأجزاء اللي مش سياحية زي المكان اللي احنا هلأ موجودين فيه. طول ما احنا ماشيين على هذا السور من مبارح بالليل لهلأ تقريبا شفنا مجموعتين من السياح ما في غيرهم، بينما السور الثاني مليان طول الوقت. طيب بعد كل شي صار، بعد ليلة التخييم وبعد مشينا ساعتين، وصلنا للمكان اللي بلشنا منه. هذا المكان شكله معبد مش عارف شو، هلا بصور لكم اياه بالدرون عشان تشوفوا. تحت في قريه، هاي القريه امبارح اكلنا فيها، المطعم كان تحت، ومن هون بدنا ناخذ هلا الباص عشان نرجع لمدينه ميون اللي منها رح ناخذ باص لبكين.
اوكي رجعنا على البيت بعد ما خيمنا على سور الصين العظيم، نازلين في مكان اير بي ام بي زي كل ليله، مكان كتير حلو. شوف شوف والغرفه جوا، تخيلوها بدون الكركبه. هاي الغرفه توسع شخصين، في تخت دبل، في منظر. هذا الاشي بالليل بيكون فظيع، هاي العمارات كلها بتكون ضاويه، الضوء تبعونها جد منظر حلو. بس هلا كتير عادي طالع. Is it okay to take video with you? No, you look really beautiful. It's just to say hi. Hello. Hello. Hi. So your name in Chinese, how do you say it? Ma Xiaochu. Ma Xiaochu. She's our host. خلص هون تخلص الحلقة. إن شاء الله تكون عجبتكم. نشوفكم بالحلقة الجاي في مغامرة جديدة. سلام. That's okay.